ما في حدا هون؟ بليز بنتي دحين فوق كفي مش وقت الحكي معه. ما بيستاهل ريال بكفي نحكي فيه بعدين. بليز البنت عم تنزف. دكتور اسمها ندى. ندى عم تسمعيني؟ ندى ندى عم تسمعيني؟ فيني شوف ايدك؟ فيك تحركي اصابيعك؟ حركي ام بابا. فيني شيل الربطة؟ معلش 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 روقي. الجرح عميق بس الشرايين والأوعية الدموية تمام. بظن إنه بحاجة لقطب. رح روح أقول للدكتور يجي يشوفها. خليكن قريبين منا. أنا رح أرجع بسرعة. In case of serious act of self-harm, medically treat the injury. Do not leave the person alone. هيدا الدكتور جميل رح يفحص ايدها لندى. ندى رح كون مع اهلك برا بالغرفة الثانية. مرحبا ندى. في فحصتك ايديك؟ لا ما تخافي ما تخافي رح افحصها عم اهلي. الجرح عميق شوي بضطر اعمل كم قطعة. واضح انه بالكم كثير مشغول عن ندى. ممكن تخبروني شو صار معه؟ Ask person and carer about current thoughts or plans to commit suicide or self-harm. History of thoughts or plan of self-harm in the past month or act of self-harm in the past year. Access to means of self-harm. يعمل حضر على خطيبة إجا ليزورنا اليوم بعد الظهر وبعدين تخانقوا. هو لما فل معصب كتير من عنا. شفت ابني صغير راكد صوبة وعم يصرخ يا ماما يا ماما ندى عم تنزف. دغركت أنا على أوضة النوم لقيتها بالأوحة على التخت وإيدها عم تنزف. جبت شقفة قماش خزقتها ربطت لي إياها بسرعة وحملتها دغري وركض لعندكم على المركز لهون. أكيد هيدا الشيء كان كتير مخيف لكم. حتصير بيها طمنيني. الدكتور عم يهتم بإيدها. عرفتوا على شو ندى وخطيبة كانوا عم يختلفوا؟ لا هن بالعادة بيختلفوا بس ما بيصير هالشي بيناتهم لهالدرجة. صارن سنتين خاطبين بدهم يتجوزوا شهر الجاي. لاحظتوا شي مش طبيعي بندى بالفترة الأخيرة؟ Look for severe emotional distress, hopelessness, extreme agitation, violence, uncommunicative behavior. بالعكس اليوم الصبح كنا عم نقول انه بدنا نروح نفتش على فستان العرس وكنت كثير محمسه ما بعرف شو صار. ندى شي مره اذيت حالها او هددت انه بدها تاذي حالها؟ لحد علمي لا. حسب ما عم بفهم انه قبل الخلاف الاخير ما لاحظتوا اي شيء بندى خليكم تقلقوا؟ ابدا ما ابدا. رح روح القي نظره على ندى ولما ارجع انا وياها ضروري تبقوا هادين وتبينوا لها انكم بتحبوها. بعرف انكم خايفانين ويمكن معصبين بس تأنيبها هلا ما بفيد. لما تروحوا على البيت حاولوا ابدا ما تتركوها لحالها وخبوا اي شيء ممكن تاذي حالها فيه. مثل شو يعني؟ كل الادوات الحاده، الأسلحة، السكاكين، الحبال، مبيدات الحشرات. ما تخلوها تطلع على السطح. أي شيء ممكن يخطر على بالكم. ما تخافي بعنا أنا بس وحدة ونخلص إن شاء الله. بكون رجعتي عظيم. رح أوصف لي كم دواء للجرح ولا بتجري المرضى هنادي بدها تحكي معك. موافقة؟ أوكي سلامتك ندى. بالوقت اللي الدكتور جميل عم يكتب لك وصفة الدواء كنت عم بتسائل ممكن تخبريني شو صار؟ ما بعرف بالضبط شو صار. كنت كتير معصبة من بعد المشكل مع خطيبة. حسيت كل العالم عم بينهار. وجهنا الموضوع كتير وكان بدي موت.
فرحت على الحمام ومسكت شفرة. وبعدين شو صار؟ حسيت بدوخة، رحت مددت على تختي، وفات خي صغير صار يصرخ لأهلي. أكيد كنت كتير زعلانة، وهلأ بعدك حاسة بنفس الشعور؟ ما بعرف، ما بدي لأنه يرجع خطيبك؟ وقبل هيدا الخلاف كيف كانت علاقتك مع خطيبك؟ كنت كتير راضية، كان كل شي بأحسن حال، كنا نختلف بس خلافات عادية. فهمت. ندى، ممكن اسألي كم سؤال بعد؟ هيدي أسئلة روتينية بنسألها للكل. Ask person and carer. Does the person have concurrent priority mental, neurological, or drug use disorders? Depression? Alcohol or drug use disorders? Bipolar disorder? Psychosis? Epilepsy? Behavioral disorders? في أدوية بتاخديها؟ لا. بتشربي كحول؟ لا. بتتناولي مواد تانية أو مخدرات؟ لا. في فكرة معينة بتشغلك غير الخلاف مع خطيبك؟ لا. كنت تستمتع بالأشياء قبل ما يصير الخلاف؟ إيه، كنت أطلع مع خطيبي ورفقات. قبل الخلاف فقدت اهتمامك بالنشاطات اللي كنت تستمتع فيها عادة؟ لا. حسيتي إنه نشاطك تراجع؟ لا، كنت منيحة. What else should we ask about? Does the person have chronic pain? Does the person have emotional symptoms severe enough to warrant clinical management? ندى، بتعاني من أي وجع مزمن؟ لا. غير الخلاف مع خطيبك، في شيء ممكن يكون سبب لك هالحزن؟ لا. واجهتي صعوبة من قبل ما خلتك تقومي بنشاطاتك اليومية؟ خبريني عن علاقاتك الاجتماعية. عندي كتير رفقة وبحب زور القرايب. هيدي أول مرة بتأذي حالك؟ ما في أتخيل حياتي بلا خطيبة. وكيف حاسة حالك هلا؟ كتير خايفانة زعلانة وبدي يرجع. حاسة إنه بدك تعيديها؟ بس بدي يرجع. شو ممكن يوقفك من إنه تأذي حالك مرة تانية؟ ما بدي أشغل بين أهلي. إذا حسيتي إنه بدك تأذي حالك مرة تانية، شو الأشياء اللي ممكن تعمليها؟ لما كنت تحسي بحزن أو تعاسة، شو اللي كان يساعدك؟ الحكي. بحب كتير أحكي، وبيساعدني هالشي. كنت أحكي مع الماما ورفيقتي، كانت كتير تسمعني. فهمت. في أي شي تاني بتحب تخبريني إياه؟ تفضلي معي هلأ لحتى نرجع نشوف دكتور جميل وأهلك. الحمد لله، الحمد لله، كتر خير الله، الحمد لله على السلامة بابا، الحمد لله على السلامة. تاك 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 تاك، عادي عادي، عم أهلك، عم أهلك، شو سلامتك. صحيح الجرح عميق، بس الأوعية الدموية والشرايين تمام. بدي تاخد أدوية على فترة أسبوع، وبدي كمان منكم ترجعوا بكره على المركز لنكشف على الجرح ونغير الشاش. شكرا كثير دكتور. أهلين، حسبنك. ندى راجعة معكم على البيت، بس أهم شيء ما تتركوها لوحدها. ندى كانت كثير تعيسة وحالتها بعدها كتير ضعيفة. شو فينا نعمل حتى نساعدها؟
اولا بينوا لها انكم بتحبوها وتتفهموها وخلوها تشوف رفقاتها وقرايبها. وشو بنقدر نعمل غير هيك؟ ما تتركوها لوحدها لحتى اشوفها بكره الصبح مره ثانيه وشوف وضعها. ندى بدنا نحكي اكثر انا وياكي عن الاشياء اللي بتسبب لك حزن وكيف تتغلبي على المشاعر، بس بكره. هادي لانه بتهني لي كل مشاكلي. بوعدك انه اعمل اكثر ما فيي لتلاقي احسن حل. تقبري شو رايك؟ حبيبي